صباح شاب. ييه كيف فتت؟ بعيون فتح لي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شو امتى وصلت؟ امبارح. قد ايه صار لك؟ ثلاث شهور. كثير طولت، كثير هالمرة. رجعت طويل. يعطيك العافية. وبدون أكل الشفلات. كنا صايمين. إيه عم هيك. اشتقت لطبخاتي؟ شوي. بس لطبخاتي. كيف كانوا أكلاتكم هنيك؟ شو كنتوا عم تاكلوا؟ مش طيبين. خلص أنا اليوم حعوض لك. شو؟ خليني فاجئك. أوكي. فاجئك. هلأ روح أقعد يعني... أنت مع محمود. خليني أقوم على المطبخ. شوف شو عندي غراض. بس بقصص أنا أعملهم. هلأ فينا. أوكي. فينا. ماشي. مش غلط. يلا. يلا. قوم. يا محمود. اليوم رح نحضر وصفات باستعمال البطاطا. الملكة اليوم عنا البطاطا وكل العالم بتحبها. حنعمل بطاطا محشية باللحمة مطبوخة، ورح نعمل بطاطا بتشبه الكمبير اللي بناكلها باسطنبول. بطاطا مشوية وبطاطا مطبوخة. هلا اول شيء حبيت البطاطا عندي غسلتها ونقعتها بالمي الفاتره مع الملح مده 40 دقيقه تقريبا. بعمل ثقوب بالشوكه من عده جهات لحتى نسمح لها انه تتنفس وتستوي لجوا وتفوت الحراره. نعملها هيك. بعد ما عملنا لهم ثقوب بالشوكة بناخد زيت الزيتون وبنحط عليهم زيت زيتون قبل ما نفوتهم على الفرن. إذا بدكم تلفون بورق ألومنيوم فيكن، أنا رح أعملهم هيك مثل ما هني. رح أخذهم على الفرن على درجة حرارة 200 وبياخدوا تقريباً شي 45 دقيقة حسب قياس حبة البطاطا اللي أنتوا عم تستعملوها. يلا أمشي ناخذهم على الفرن. هلا عندي انا الطنجة هون حميتها على النار، رح احط فيها شوية زيت نباتي ورح اقلي بصل مفروم جدا ناعم، لانه اذا هادي ابني بشوف البصل بالاكل ببطل ياكل، فهيك بفرمها ناعمة كتير. بنقلبها لحد ما تدبل. هلا انتو فيكن تستغنوا عن البصله، بس انا كثير بحب طعمتها خصوصا مع حشوه اللحم اللي بنحشي فيها الخضروات، كثير بتعطي طعمه طيبه. فكميه كثير بسيطه تتقلى مع اللحمه بتعطي نكهه طيبه وبتشيل الزنخه. هلا حنزل اللحمه المفرومه. عم بستعمل اللحمه المفرومه الناعمه لحتى هيك لما قص البطاطا بعدين لما تكون عم باكلها تكون اللحمه هيك مرتبه بقلبها، مش عندي شقف كبار. رح نزل اللحمه المفرومه. ورح اقلبها لحد ما تنطبخ وتتفتت. هلا بعد ما تقلت معي اللحمه مزبوط رح احط لها الملح والبهار. ملح، وانا اكيد كتار منكم صاروا بيعرفوا الخلطه تبعيتي اللي هي فلفل اسود مع بهار حلو وقرفه ناعمه. بنحطهم عليها كمان ورح اقلبهم كلهم مع بعض.
هيك صارت عندي الحشوة تبعيت البطاطا جاهزة. برفعها عن النار وبتركها لحتى مش انه تبرد يعني لصير اقدر بس انه امسكها بايدي لاقدر احشي البطاطا. حنقص من الحشوة عندي بصحن لشوي تبرد واقدر اني احشي فيها. مثل ما شايفين هيك بتبرد اسرع. نفردها ورح باخد حبيت البطاطا وبحشي بقلبهم اللحمة قبل ما اقليهم. يعني البطاطا عندي نية لا مسلوقة ولا شيء. بحشيهم وبكبس باصبعي لجوا لاتاكد انه فاتت كل اللحمه لجوا ما يطلع ما عندي ولا مطرح فاضي. من بعد ما حشيناها مننزلها دغري على الزيت اللي بالطنجره هون. هلا في ناس بحبوا يقلوها بزيت كتير غميق، انا ما كتير بحب يكون الزيت غميق، بحب هيك يكون بيقولوا له شالو فراي، يعني بيكون المقليه واسعه الزيت قليل بقلبها بس لتتحمر البطاطا. وفي ناس بحبوا يقلوها ديب فراي، يعني بيكون الزيت كتير غميق. هيدا شيء اختياري، كل حدا مثل ما بحب. نحشي البطاطا ومنقليها. هلا برجع برجيكم اياها لما تكون تقلت كلها على الاخر. البطاطا خلصت عنا، هلا رح ننقلها على الطنجره اللي بدي اطبخها فيها دغري. مثل ما قلت لكم قبل فيكم تشوها بالفرن، فيكم تعملوها ديب فراي، هيدا شيء اختياري، كل حدا مثل ما بحب. حطيت الطنجرة على النار. عندي هون أنا بحب استعمل الملح المنكه اللي بيجي معه بودرة الثوم ومعه أعشاب، أو فيكن تستعملوا الملح العادي أو مكعبات مرق لحم أو دجاج، هيدا شيء اختياري. وفيكن تستعملوا بس مي. رح رش رشي عليها ورح حط كمان رشة قرفة، نقطة فلفل أسود كمان بتعطي طعمة طيبة، ورح حط عصير ليمون حامض. قديش طيبة لما البطاطا تتشرب طعمة الحامض، يا ويلي ما أطيبها. هلأ في ناس بحبوا يعملوها مع صلصة، وفي ناس يعني صلصة يعني رب البندورة يطلع لونها أحمر. أنا بحب البطاطا أتركها هيك على لونها. حجيب المي اللي سخنتها ورح نزل المي على البطاطا لتصير غمرة. يعني كمية المي أو مرق الدجاج أو أي سوائل نحن عم نستعملها لازم تكون على غمرة للبطاطا، على قدها مش أكتر مش أقل عفواً، لحتى تستوي البطاطا بعد ما تغلي المي. هلأ بهالأثناء هيدي البطاطا رح تنطبخ، أنا حبلش اشتغل ورجيكم البطاطا اللي محشية بالجبنة كيف بدي حضرها، اللي هي مثل الكومبير. هلأ لبلش حضرها، خليني أول شي فرجيكم كيف بدنا نفرم البروكولي كتير كتير يكونوا صغار لحتى ينخلطوا مع البطاطا. نفرمهم ناعم، ما تسلقون، خلوها مثل ما هي بدون سلق بس مغسلة ومنفرمها. فيكن تستعملوا اي نوع خضرة انتم بتحبوه، اي نوع يعني انتم بتفضلوا، ممكن تستعملوا فليفلة، ممكن تضيفوا اي شيء تاني، هيدا شيء اختياري انتم بقى بتتحكموا فيه، بس انا عم فرجيكم نحن بالبيت شو بنحب نضيف عليها.
هلا بعد ما قطعنا البروكولي راح اخد البطاطا واعمل فتحة بالوسط بعدها سخنة كتير بهالشكل، وبدي فرغ البطاطا من جواتها. فتحت معي على الاخر، منحطها هون. قد ما فينا نفضيها بيكون منيح، كتير سخنة. هلأ مثل ما شفتوا فرغت البطاطا كلها. أول شي باخد فلفل أسود بحط عليها، ملح، بحط كمان جبنة مبروشة، أي نوع جبنة مبروشة أنتو بتحبوها فيكن تضيفوها عليها، أو أي شي متوفر عندكن يعني. وهون رح ضيف عليها كمان خلطة شدر، شدر أبيض وشدر برتقالي. بصير عنا خلطة أجبان مع البطاطا والبروكولي كتير طيبة. فيكن بقى أنتوا تضيفوا عليها كبيس، فيكن تضيفوا عليها ذرة، أي نوع أي نوع أي خضرة أنتوا بتحبوها فيكن تزيدوا عليها. هلأ هأخد هولي معيس البطاطا، هأخد هيدي الحشوة، ما أحلى ألوانها. من بعد ما خلطتهم كلهم مع بعض، هلأ باخد عندي لبنة، أو إذا توفرت عندكم جبنة كريمية أي الموجود عندكم بتضيفوا عليها لحتى تمسكها، وبرجع بقلب كله مع بعضه. هلأ رح أخد هيدي حشوة البطاطا وحطها بقلب القشور اللي عنا، سكرها برص عليها مزبوط لحتى تكمش مثل ما شايفين بهالشكل. نسكر ونكبسها. هلا بعد ما حطيتهم بهيدا الطبق الزجاجي بفوت على الفرن، ححط على سطحهم كمية من الجبنة بس هيك على الخفيف، بكبسها ورح ارجع اخذهم على الفرن الحامي، بعده حامي بعده سخن الفرن يعني، رح ارجع اخذهم على الفرن لحد ما تسوح هيدي الجبنة على الوجه على سطحها، وساعتها بتكون كمان هيديك البطاطا خلصت وبقدمهم اثنيناتهم. هلا حاخدهم على الفرن بعده حامي، حشغل الجريل من فوق بس الشواية لحد ما تسوح الجبنة وبيكونوا صاروا جاهزين. يا جاد تعا يلا خلصوا. ايه خلصوا انا شاطرة ابضاي. اهلين يعطيك العافية. يا هلا. هيدي شو؟ هاي البطاطا المحشية، وهاي بطاطا اللي مش محشية. محشية بس غير محشية هاي. اوكي يلا دوق لنشوف. ما عم تقول مشتاق لطبخاتي؟ ما بعد 3 اشهر لازم. ونحن اشتقنا لك كمان بالبيت كل يوم نقول وينك يا جاد وينك يا جاد. بس اوكي 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 خلينا نحب هاي. مش اوكي. يوم يوم ليك الجبنة. هلا لحظة، انه لانه انت هديك المرة قلت لي تعي نعملها وعملناها سوا بدك ترجع. لا لا بلا هيك حاسستك متعصب. لا 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 خلص قلب تربح هديك، مع انه هديك كمان كتير طيبة انا اكيد. راح. Cut.